نشف وينو صبر صعدو طبيعي في صبر خي حفظ بعل الدين كيف الرجل صبير بحرارة موزين وعصابو الكف نادية سعدني وتطعم خوها كتنوب عني بلبس ما يشكرها قلبي هاني هو مواه من 4 شهور حتى العامين صيلي لك نفهو بين الله دابا شكون صغير انا ولا هو تيكبر من 50 عام انا راك ساكنه في التلفازه كنت واقيلا كيسحب لي الله ملي ساكن معاه وداخل وحق الله اش نقول لك عقلتي على داك الاشهار بلاتي تلفتيني فيه جيت كفر وصفتوا لي ميكادو هاوي لي شاد اللايف تاعي بصافي اختي بارك بالذكريات يلا شحاته خوتي راهم يتهضروا علينا وصفتوا لي خوتي انا كنحوجوا عليك واخا تكوني يا اختي العدي واخا تكوني ديزا غامشه معزله وعندك 4 دريات واخا تكوني صامه واكله هاوي اللي نقطعوا لك في القلب العود بيد يا بابا على السبرلكس يا بابا على السبرلكس يا بابا جايب الفرح والسعاده واحلى الانغام كالعاده السبرلكس سيادنا ردوا البال شحزه المخشوش واللي كاتبه القايده غير تعاودوا صيفطوا لي عرفتي كيفاش القايده غير تقدر غير وجهها فن احسن منك انت يا وجه الفلوطه قربت لمثلك غير عليا قال لك القايده غير تقدر تنجاج عاودي صيفطها احسن منك انت يا 44 يسهل لك شوف هذا كيدوز عليا خوش عليك هذا عرفتي عاودي صيفطها ديك الجازه عرفتي وشوفي فوتو كوبي ميكروب خوتي لي نور عيطها عشي جات نور عيطها مضيح اوه مون جي لي لي كبير بحال هاك هاك سيدي مالك شوف باش 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 البارح فقصوني بهاد الدجاجة ما لقيت ما نقولك يا خليوني تنهضر في المعقول وكيصفقوا لي في الوجه كنبقى بحال شي دجاجة نيت اليوم جيت عتقتيني الله يعتقك عتقتك جيت لصقتيها في انا الدجاجة عندك انت وجه الدودة وجه السحلية بعدك انا الدجاجة قلنا الدجاجة بعدك انا راه عندها الفورمة عندها ما عنديش الفورمة كون كانت بلدية قلت لك انا عادي راه رومية خوتي تكبسوا البارطاج عافاكم كلشي كيبقى بارطاج كلشي كيبقى بارطاج خوتي عافاكم شي هادي راه سبقني هذا شي واحد يبعث لنا شي سياره كويتي هلا حياك خلو عندي ناس الكويت مرحبا بهم مرحبا وحياكم بيبا وين الكويتي اللي تبعث لها الهدايا الفري يا الكويت انا احبك انا بعد احبكم احب الدراما اول دراما عشقتها بعد الدراما السوريه كانت الدراما الكويتيه تفرجت في واحد مسلسل كان يسموه وحدة كانت ديرها رقم قطعة من شجرة هذيك هيفاء حسين من 3 دور اللي قالت له فيها جاسم طلجني لا هذيك ديال نسيت واحد المسلسل واعر هو اللي علمني اللغة الكويتية رمضان كله دوزتو به زوينه هي اللغه ديالهم واعر وكانت جات زعما هي لقيطه غير جابوها رباوها وفي الاخر اكتشفوا انها ماشي بنتهم ولا الصداع والمشاكل والعداوه عرفتي شي حاجه ما نقولكش كيفاش دار اين سينا 2006 فرشي في مكناس يعني 2006 سينما اين سينما الريف اويلي على سينما راه مسلسل دات ام بي سي لقيطه زوين انا كيعجبوني ترك شنو سرقوا بالكويتيه سرقتيني باقني باقلي فلوسي شوفي باقني باقلي فلوسي الله يلا باقلي بواك صافي خدمه صيفط والو خوتي ما صيفط والو خوتي واحد ما عندوش واحد عاد وجهه بين فين حتى بنين ويحط الفقر قال لك صيفط كحوته ماشي ماهم على وجهه ما صيفط والو غير جلس كيفاش البارطاج خوتي شي واحد يشحفلنا اويلي تفاجئتي تحليت عرفتي انا كناكل كيجيني النعاس ما عرفتش علاش كتاكلوش بغيتي يجيك اختي الفياق راه كيقول لك تغدا وتبدا اش بغيتي ديري تعشى وتبشى وحده قالت تحكونا واش اختي انا بهلاوه نضحكك وقول لها راه ضحك عليك الوقت سير طلق على وجهك في المرايه وينو صبر صعدو طبيعي في الصبر خي حفظ
بعل الدين كسر رجل صبير بحرارة موزين وعصاب والكف نادية سابني وتطعم خوها كتنب عني بالبسمة يشكرها قلبي هاني هو معاه من 4 شهور حتى العامين صلي لك نفهو بين الله دابا شكون صغير انا ولا هو طيح 50 عام انا كنت ساكنه في التلفازه كنت واقيلا كيسحب لي الله ملي ساكن معاه في الداخل وحق الله اش نقول لك عقلتي على داك الاشهار بلاتي تلفتيني فيه جيت كفر واش شفتوا لي كادو هاوي لي شاد اللايف تاع صافي اختي بركه بالذكريات يلا شحاته شحاته خدي راه كاينه وصفتوا لي خدي انا كنفوج عليك واخا تكون يا اختي العجله واخا تكوني ديزا غنجمع الفلوس وعندك 4 دريال واخا تكوني نصا ما واكله هاوي اللي تقطعوا لك في القلب العود بيا يا بابا على السبرلكس يا بابا على السبرلكس يا بابا جايب الفرح والسعاده واحلى الانغام كالعاده السبرلكس سيادنا ردوا البال شحال مخشوش واللي كاتبه القايده غير تعاودوا صيفطوا لي عرفتي القايده غير تقدر غير توجهها فن احسن منك انت يا وجه الفلوته فرمت مثلك اللي هي قال لك القايده غير تقدر توجهها احسن منك انت يا 44 يستحلها شوف هذا كيف كيتنفس عليا خوش هذا الكادو عرفتي عاودت صيفطت ديك الجزاد عرفتي وشوفي فوتو كوبي نكرب خوتي نورا يا تعرفتي جات نورا يا تصلح لي او ماي جي دير بحال هاك هاك زيدي ولا كيفاش هاي واش عرفتي بعد ديالي صاروا احلام الله يحفظك هذا راه جاي زوين انا راه جاي طول من هكا عرفتي البارح سمعي غيتا البارح فقصوا لي بهاد الدجاجه ما لقيت ما نقول لك يا خليوني حتى نهضر في المعقول وكيصفقوا لي في الوجه كنبقى بحال شي دجاجه نيت اليوم جيتي عتقتيني الله يعتقك عتقتك جيت لصقتيها في انا الدجاجه سالك انت وجه الدوده وجه السعليه بدك لي الدجاجه ديالنا الدجاجه ديالنا راه عندها الفورما عندها الحوار هذاك الشيء راه ما عنديش الفورما كون كانت بلديه وقلت لك انا عادي راه روميه خوتي تكبس البارطاج عفاكم كلشي كيكبس البارطاج كلشي كيكبس البارطاج خوتي عفاكم شي هذه راه سبقني هذا شي واحد يبعث لنا شي سياره كويتي هلا حياك نخلو عندي ناس الكويت مرحبا بهم مرحبا وحياكم بيبا وين الكويتي اللي تبعث لها الهدايا الفري يا الكويت انا احبك انا بعد احبكم احب الدراما اول دراما عشقتها بعد الدراما السوريه كانت الدراما الكويتيه تفرجت في واحد مسلسل كان يسموه وحده كانت دايره راسها مقطوعه من الشجره هذيك هيفاء حسين من 3 الدور لقيتو فيها جاسم طلجني لا هذيك ديال نسيت واحد المسلسل واعر هو اللي علمني اللغه الكويتيه رمضان كله دوزتو به زوينه هي اللغه ديالهم واعر وكانت جات زعما هي لقيطه غير جابوها رباوها وفي الاخر اكتشفوا انها ماشي بنتهم ولا الصداع والمشاكل والعداوه عرفتي شي حاجه ما نقولكش كيفاش دارو اين سنه 2006 فرشتي في مكناس يعني 2006 سينما اين سينما الريف اويلا على سينما راه مسلسل دات في ام بي سي لقيطه زوين انا كيعجبوني كانك اجبتني شنو هي سرقوا بالكويتيه سرقتيني باقلي باقلي فلوسي شوفي باقلي باقلي فلوسي الله يلا باقلي بواك ما صيفطش ما صيفط والو خوتي ما صيفطوا والو خوتي خوتي واحد ما عندوش واحد عطي وجهه بين فين يحط الودنين ويحط الفقر قال لك صيفط كحوته ماشي ماهم على وجهه ما صيفط والو غير جلس كيفاش البارطاج خوتي شي واحد يجحفلنا اويلي تفاجئتي حليت عرفتي انا كناكل كيجيني النعاس ما عرفتش علاش كتاكل واش بغيتي يجيك اختي الفياق راه كيقول لك تغدى وتبدا اش بغيتي ديري تعشى وتبشى وحده قالت لك ضحكونا واش اختي انا بهلاوه نضحكك وقول لها راه ضحك عليك الوقت سيرت الله على وجهك في المرأة.